طابت أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، فأهلا وسهلا بكم إلى نشرة إخبارية من قناة المكلا المحلية، والبداية نستهلها بأبرز العناوين. محافظ حضرموت يوجه رسالة هامة إلى الرئيس هادي وقيادة التحالف العربي والمواطنين. انتقال المكلا يدشن المرحلة الثالثة لمكافحة الأوبئة والحميات في منطقة ديسي المكلا. هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزع خيام إيوائية على البدو الرحل في منطقة الخضراء بدوعان.